فيه سافر ركب الموج وغاب عزورة متكي يمكن قال يرحل هالزورة عسى فصورة ومدرسي رفيقي سافر ركب الموج وغاب عزورة متكي يمكن قال يرحل هالزورة عسى فصورة ومدرسي حلم الزورة خشب ومي وحلم رفيقي وطن وفي حاملهن هالبحر الأزرق حلم رفيقي وحلم الزورة والدنيا من حلم تخلى عسى فصورة ومدرسي خلف رفيقي شمس الشرق الما عاد تدفي حدا بوجه رفيقي تلج الغرب وصمت الغرفي وهالمدى يا هالشرق المجنون وين راح الحضن الحنون حنون حنون حلم الزورة خشب ومي وحلم رفيقي وطن وفي حاملهن هالبحر الأزرق حلم رفيقي وحلم الزورة والدنيا من حلم تخلى عسى فصورة ومدرسي طبعا هلا الصوت بشكل عام سواء الصوت البشري او اي صوت تاني هو هذا الاشي اللي نحن عرفناه من بدايه البشريه. يعني كان اول آلة موسيقيه كانت الصوت البشري. الصوت البشري عباره عن بالنسبه لي وبمفهومي زي قناه وصل واتصال وتواصل وتعبير عن إيش عم بيجول جواتنا. صوتي بالنسبة لي يعني هي هاي الأداة وهاي القناة اللي بتنقل برضو مشاعري. يعني أنا ما بقدر أغني إشي مش شاعري فيه. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وترحل بالأشواق أرواحنا منا فبعدكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا نموت ببعدكم
ونحيا بقربكم، وإن جاءنا عنكم بشير لقى عشنا، ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سايا على الوجه أو مشيا على الرأس. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني وأسفا من قلبك القاسي. ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي
ودين الناس للناس.